السلام عليكم، معاكم محمود من قناة رو لايف. حاول تفضل دايما بتمشي، لا تتوقف في حياتك او حتى في الطرق الروسية. في روسيا لما توقف تفاجأ ان حد وراك راح خبطك. بص المنظر الجميل ده، مظاهر راس السنة بقى، صون طيبين. المهم موضوع ايه النهاردة؟ عارفين التغيير، العملة، تغيير الدولارات يعني في روسيا دلوقتي. احنا محظوظين، انت ممكن تخش اي سبير بنك او اي بنك اخر من غير باسبور ولا اي حاجة، تخش على الكاسة على طول تديهم الدولارات، يديك الروبلات زي الفل، مفيش اي مشاكل. زمان كان مشاكل، لازم تكتب مصدر الدولارات، يسألك يستجوبك حتى لو بتغير 10 دولار، وباسبورك وقف، ويقعدوا يدوروا في باسبورك ويفحصوا فيه ويدوروا في الدولار، ولو ماخدوش ولا في حاجة كده ما ياخدوهاش. ومش بس ما ياخدوش الفلوس، لا ده ممكن يحقق معاك كمان، وممكن في حد من الامن يجيلك ويقولك الفلوس دي جبتها منين، مين اللي اديها لك، وعنوانه. هتقوله جايبها من بلدي، بلدك معاك غيرها، ويفضل بقى ايه يعني حواديت صعبة جدا. اللي بكلمك فيه ده مش من بعيد، ده كان بيحصل باستمرار، انا بعدي الشارع بس، كان بيحصل باستمرار لحد سنة يمكن 2009 2008، بداية يعني الدنيا بدأت تفك شوية، اللي هو يطلب منك الباسبور وخلاص، والدولارات المختومة يشك فيها، مرة يغيرها مرة لا، يديها لك بسعر اقل، مش مختومة بياخدها على طول، مفيش مشاكل. لحد ما 2015 2016 الدنيا سلكت، بقى لك بص هات اي دولارات يا ابني ولا يوروهات، لان انت خلاص في مكاتب بره وناس بره البنوك بتغير العملة، فاللي هو خلاص بقى، فبقى لا دولار ولا لا باسبور ولا بتاع، انت خش كده اديهم الفلوس، يديك البتاع ويديك ايصال، كل سنة طيب والدنيا حلوة قوي. بس طبعا انت بتعدي الشارع من المناطق عبور المشاة، فتفاجأ ان في عربية جاية قصادك، عادي، هو مسموح له وانت مسموح لك، وانتوا احترموا بعض بقى، والاولوية طبعا ليك انت، انت المشاة، بس يارنا يعني الحب برضو ايه بيحكم. يلا وخلصت الحلقة، يا رب تكونوا في خير دايما ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.